السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا ديال اليوم، وانتم في واحد الوقيته زوينه، واحد الراحه ان شاء الله. رجعنا للروتين ديالنا العادي، ورجعنا للحياه ديالنا من بعد ما سفر وإنسان كيكون بتل عليه الروتين ملي كيكون مسافر. دابا ان شاء الله غادي نبارطاجي معاكم الوصفات اللي كنديروها من بعد ما كيكون العيا والبشره كتعيا والشمس وشحال من حاجه وستريس وهذا. دابا غادي نبدا نبارطاجي معاكم الوصفات اللي انا كندير لوجهي واللي انا غنديرهم هاد الايام، وفي نفس الوقت غادي نصورها لكم باش حتى نتوما تستافدوا منها. اليوم الوصفه ديال اليوم قليل اللي كيبقى يسول، سيختو البنات اللي كيكونوا صغار قليل اللي كيبقى يشوف الوصفات ديال التجاعيد اللي هما مهمين. كلشي كيبغي الوصفه التبييض، وصفه لازاله الحبوب، وصفه للتصفيه، وصفه لكذا لكذا، ولكن التجاعيد راه شي حاجه مهمه مهمه مهمه، وحنا البنات او العيالات ما كنبغيوش الخطوط اللي كيكونوا في الوجه. واخا غادي يجيو وغادي تجي الوقيته ديالهم، ولكن غير غنعطلوهم شويه وناخروهم شويه. ومثل هاد الوصفات كيكونوا مهمين بزاف باش المراه كتعتني بالبشره ديالها. اليوم عندي واحد الوصفه زوينه، غتشوفوا غير المكونات غيعجبوكم بزاف بزاف بزاف، لحقاش كتعاون البنات اللي يلاه بادين فيهم التجاعيد انهم يديروها دائما 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 يديروها. من انا كنوصي وكنقولها، يعني دائما حاولوا تقلبوا على الحاجات اللي كيحاربوا التجاعيد في الوصفات ديالكم. فيما كيكون خلينا من التبييض وداك الشيء، بصح زوين، ولكن حاجه اللي ضروريه شي حاجه ديال التجاعيد. بلا ما نبقى نكثر عليكم قولت بلا 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 بلا، نجيو للوصفه ديالنا. غادي نحتاج انا هنا عندي معلقه ونص ديال الزنجلان مطحون بحال مسخن غير شويه ومطحون، وعندي هنا معلقه ونص عاوتاني ديال زريعة الكتان. وما ادراك ما زريعة الكتان، الفوائد اللي والفيتامينات اللي كتحتوي عليها لم الانسان انه ياكلها وانه يديرها ماسكات. عندي هنايا واحد نص معلقه غادي ندير في هذه الوصفه ديال زيت الكوك. نتوما تقدروا تبدلوه بزيت اللوز او زيت ارغان او اي زيت عندكم، غير الا كنتو غديروا زيت الزيتون يفضل انكم ديروا هاد الماسكات بالليل ما ديروهمش بالنهار. صافي هادشي اللي كاين عندي انا هنايا. وعندي باش غادي نجمع هذا الخليط عندي الحليب، انا درته هنا كيسخن باش نحاول انني نقتصد معكم الوقت ديال الوصفه، حيتاش ضروري خاص يكون الحليب سخون. غادي ندير هاد الوصف ندير هاد المقادير هادو كاملين هنايا، راه الزنجلان بالنسبه للبنات اللي كيبغيو حتى الوجه ديالهم يكون عامر، يعني يكونوا دوك الحنيكات، راه الزنجلان كيعمر الوجه بزاف، يعني كيدير دوك الحناك. وزريعه الكتان، كنشوف هاد الحليب واش سخن، زريعه الكتان مفيده بزاف بزاف بزاف. صافي غناخذ الحليب، ها هو سخن، ضروري من ان الحليب يكون سخون ما ديروهش بارد باش ديك الماده اللي كتكون عارفينها ديك الجيلاتين داك اللي كتطلق زريعه الكتان. بسم الله، الحليب كيف قلت لكم سخون. هتشوفوني انني جريته ولكن راه كيشرب، حيت زريعة الكتان سبحان الله العظيم كتشرب بزاف. كيصلح لجميع انواع البشره هاد الماسك هذا، دوك اللي تيكونوا الكويرات خصهم يتمعسوا مزيان. ندير دابا ديك نصيص معلقه ديال صغيره ديال زيت الكوك، زيت
البنات اللي البشرة ديالهم كتكون دهنية يفضل انهم يديروا الماسكات، يديروا قبل غوماج، عادي يديروا الماسك على البشرة ديالهم. والبنات اللي بحالي البشرة ديالهم كتكون ماشي دهنية، كتكون بشرة جافة، هو الماسك هانتوما كي تتشوفوا كيجي بحال هكا، قلت لكم راه كيشرب. واخا شفتوني كثرت الحليب في الاول ماشي مشكل، قلت لكم البشرة ضروري انكم كديروا، انا نطبقها معكم على يديا كيف غادي تشوفوا. البشرة اللي كتكون جافة يفضل من الاحسن تخليوها تبرد غير شوية، حيتاش الحليب سخون دائما الحاجة اللي كانت باردة زوينة على البشرة. بحال هكا هكا كيف كتشوفوا، عطي ريحتها زوينة مع ريحة بحال ريحة سلو كنشم ريحتها زوينة بزاف البنات. بحال هكايا وغادي تخليوها حتى تصفي كيجمد هذا الشيء وكيتبدل سبحان الله اللون ديالها على البشرة ديالك. من كديرها على وجهك كيتبدل اللون ديال البشرة، ومن بعد كتغسلي وجهك. والنصيحة اللي كنصح اي بنت تغسل وجهها دائما، تغسلو مزيان بالماء بارد، ما يغسلوش بالماء سخون، وتدوز عليه بشي مكعبات هكا ديال الثلج او مكعبات فيهم الماء ديال الخيار، دوزوهم هكا باش المسام كيتسدو. حاجه اخرى اللي نسيت ما قلتهاش لكم، يلا بديتها وسكت، البنات اللي بحالي في البشره الجافه ما يديروش لي غوماج كل نهار او جوج مرات في السيمانه، لا ما صالحش ليهم. يديروا الغوماج بحال مره في 20 يوم مره، في لحقاش ما صالحش البشره الجافه. هادشي اللي كاين البنات، هانتوما كتشوفوا الماسك ديال اليوم بحال هكا كيجي، ها هو كنقربوا لكم، كيجي زوين بزاف. وفاش كيشرب ممكن تزيدي ليه الحليب، وفاش كديريه انا راه دايره غير قدني على وجهي تحت العينين، ديروا مزيان تحت العينين ما تخافوش لحقاش التجاعيد اللي تحت العينين، مزيان ليهم هاد الماسك. البلايص اللي كيكونوا كيفاش غني نقول لكم، مع الهضره مع الاشاره مع الجبهه كيخرجوا فيها الخطوط، كتلقاي بنات 24 عام بداو كيتخطط لهم الجبهه ديالهم، هنايا في الجناب ديال الفم ديالك كيكونوا دوك الخطوط. ديري تما عمري، ممكن ديري المره الكوش الاولى وتعاودي من وراه كوش ثانيه ماشي مشكل، ولا شاطلك احتفظي به بالثلاجه. غير اللي بغيت نقول لك ما تخافيش انك تحت العينين، تحت العينين غير ديري به، خلي حتى دائما الماسك فوق ثلث ساعه 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه ماشي مشكل. قبل ما تطحنوا ما تحمروش هاد المكونات، ما تحمروهمش بزاف، غير تسخن شي شوي شي شويه بحال هكا تحسوا بالحراره ديال داك الزنجلان انه قابل باش يتطحن، وحبه وزريعه الكتان انها صافي سهله باش انها تطحن، يعني سهلت عليكم. ممكن انكم صافي تطحنوا وتخلطوا الحليب يكون سخون باش كيعاون ان زريعه الكتان كتطلق. وملي تشوفوها كيف قلت لكم دابا بحال هكا، انا دابا فاش غنسالي الفيديو غنبغي نديرها على وجهي تكون شابات ماشي مشكل، غنزيد عليها الحليب بحال هكايا ما تخافوش منها. وملي تشيط لكم حطوها في الثلاجه، معليش ما تخافوش حطوها في الثلاجه حتى تبغيو حتى لغد لي تعاودوا ديريها ماشي مشكل، حيت الحوايج اللي ديال التجاعيد ما تخافوش منهم. وانا من الناس اللي كيفضلوا الاشياء الطبيعيه او الوصفات الطبيعيه، وكيف قلت لكم ما تبقاوش تقلبوا على وصفه ديال التبييض او وصفه ديال، غادي نبارطاجي معكم حتى الاشياء اللي كتبيض والاشياء اللي كتحيد لي طراز اللي كيصفي، هادشي كله غادي نبارطاجيه ان شاء الله. ولكن حتى الحاجات اللي كنوصي عليها بزاف بنات اللي في 24 عام بداو ديروا لي ماسك ديال التجاعيد، انا كنقولها بنات اللي في 24 سنه بداو ديروا لي ماسك ديال التجاعيد باش تعطلوهم شويه، ماشي ما غايجيوش راه غايجي واحد الوقيته، وانما نعطلوهم شي شويه
خصوصا هنا في بلاصه ديال الجناب الفوم تحت العينين في الجبهه، هذوك الحركات اللي كنكونوا كنخدموا الضحكه، وكاينين البنات اللي كيتطراساو فيهم دغيا دغيا. هادشي اللي كاين البنات في الفيديو ديال اليوم، هانتم كتشوفوا راه بدا اللون ديالها كيتغير، انا خليتها في يديا اللون ديالها كيتبدل. ومن بعد فاش كتغسلوها بالماء بارد كدهنوا بشي، كديروا داك المكعب ديال الثلج باش كيتسدوا المسام. من بعد ممكن ديري كريم ديالك العادي اللي كديريه في الدار ديالك، ممكن ما ديري والو ماشي مشكل، او دهني لك في الدار دهني بزويته او بشي حاجه بحال هكا، ما ديروش الزيت بالنهار ولا نتوما غتخرجوا. هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم البنات، نتمنى انه الفيديو اليوم يكون نافع وتستافدوا منه ويعجبكم. ومرحبا بالبنات الجداد اللي معايا، كنقول لكم مرحبا، والناس القدام دار داركم نورتوني، ومرحبا بالجميع. نتلاقاو في شي فيديو احسن من هذا ان شاء الله، وفي شي وصفه احسن من هذه اللي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله الوصفات ديالي ان شاء الله. ما تنساونيش من اللي لايك، وبسلام عليكم.